بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في أقصى نقطة من محافظة واسط العزيزة، جنوب شرق محافظة واسط، والآن احنا في مكان تصوير عمل جديد، فيلم يتضمن قصة اجتماعية تدور أحداث هذا الفيلم في السنين الماضية. الفيلم هو فيلم اجتماعي يتخلله عادات وتقاليد كانت تمارس آنذاك من قبل ناسنا وأهلنا الطيبين. حقيقة أنا اليوم في مكان التصوير ومعي الكادر الفني المشارك في هذا الفيلم. ادعونا حتى نطلع بنتيجة وبعمل مرضي، وشكرا جزيلا. أخوكم فاضل هاشمي. احنا حقيقة اختارينا قبل شوية كما اسلفت في بداية حديثي، لان هو العمل طبيعة العمل تتطلب ان تكون هكذا اجواء، يعني عقود درابين ضيقة، لان احداث الفيلم هي الدور بهذه الاماكن. القصة حقيقية مأخوذة من الواقع. لا لا لا، هي الفكرة فكرة، لا لا لا، هي حقيقة حتى أنت والمتلقي والمشاهد الكريم يكون على بينة. القصة ليست في جصان، وإنما احنا اختارينا هذا المكان لطبيعة لطبيعة المكان، جينا لجصان العزيزة. نعم، أولا أقدم شكري وامتناني العالي إلى أهالي محافظة واسط وعموما وخصوصا إلى أهالي ناحية جصان الحبيبة. حقيقة هؤلاء الناس فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم، وأشكرهم الشكر الجزيل على تلك الحفاوة الكبيرة التي استقبلونا بها. حقيقة احتاجين أشياء قديمة، الكل بادر وهرع إلى توفير، ومثل ما تشوف أنت اليوم هاي الأشياء القديمة هم الناس بادروا. الأخ عباس فتح لنا المقهى مالته حقيقة واحتضننا، وأما شكر خاص للحاج الأستاذ أبو أسامة الحاج عواد، الرجل هو من الساعين والمبادرين لتهيئة أجواء هذا العمل طبعا، والحاج كامل أبو ميثم، وشكر خاص للسيد كريم العوادي أيضا الرجل. احنا كذلك شكر خاص لك استاذ سلام ولكل المشاركين، واستاذ علي وابو مجتبى وكل اللي اليوم راح يساهم بهذا العمل ويسعى الى انجاح هذا العمل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ في مالك. هذه سولف يا صاحبي، لان الكاميرا راح تلقط الحكي، ومن يصير حكي خارج العمل ياثر بعدين. ايوه هاي بس هاي، ونقول لكم مثلا هنا، وان شاء الله احنا ما مطولين ان شاء الله، ونكون ممنونين جدا. لا ايوه مولانا، ولا وقاطعك عن كلمة أخيرة، هو الفيلم شنو الهدف ماله، إيصال شنو يعني من نعم الفكرة مالته، توصل فكرة أنت يعني. إحنا قلنا قبل شوي اللقاء السابق حقيقة قلنا هو فيلم اجتماعي، نعم، يتضمن كثير من العادات والتقاليد التي كانت تمارس آنذاك، نعم، فهو بقصة شجية حقيقة. صحيح، إحنا ما نريد نحرق الفيلم. لا 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 طبعا، مو هيك قصدي، القصه هي يعني قصه اجتماعيه، هي طبعا الواقع مرير القديم، نعم، التقاليد القديمه، نعم، نعم، قصه اجتماعيه تدور، نعم، احداث هذه القصه في احد، نعم، ازقه ودرابين، نعم، نعم، المناطق الشعبيه القديمه. قصدي نكتفي بهذا، نعم، القدر، بس كفكره ايصال، كفكره بانه نقضي على هذه التقاليد، نعم، القديمه، نعم، 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 وبالتالي هي رساله، نعم، رسالة نعم، لكل الناس انه، نعم، نقول يابا احنا خلنا نطلع من هاي او نتخلى عن هذه التقاليد، ويكونوا مسامحين اكثر يعني. اليوم تدري اليوم، نعم، اليوم اليوم الثقافه والعولمه، نعم، تدري وين وصلت، نعم، في ظل مواقع التواصل الاجتماعي صار هناك، نعم، وعي عند اغلب الناس، نعم، ولكن ظلت في شريحه، نعم، نقدر نحصرها نقول قليله جدا، نعم، نعم، فريد هاي الشريحه انه اليوم تدري حتى العنف موجود، نعم، العنف والتعنيف، صحيح، وتعنيف، صحيح، المراه، صحيح، وتعنيف الطفل، نعم، هاي جت بسبب شنو؟ بسبب أفكار رجعية، نعم، نعم، لا زالت قائمة. فإحنا من خلال هذا العمل اللي إحنا، نعم، أسلفنا قبل قليل، هو قلنا عمل ومش فيلم واقعي مأخوذ من واقع، نعم، إن شاء الله نريد نسلط الضوء على هذه الظواهر، نعم، نعم، لأن، نعم، بيها ظلم طبعا، نعم، ظلم وأجحاف، نعم، حق كثير من الناس،
شكرا جزيلا مولانا. شكرا سلام ومنون. اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. شكرا جزيلا.